يعطيكم العافية. أنا زلفكار نصر الدين، مدير مركز العين ضمن جمعية بيس أوف أرت. نشاطاتنا حالياً عم تطال كل الفئات العمرية، عم نحكي شباب صغار وكبار. وكفيت الماجستير ببريطانيا بهندسة البترول بعد ما كنت كفيت هون الباتشلر ديجري بالجامعة الأمريكية ببيروت. حالياً عم مارس النشاط الاجتماعي بعد ما كنت اكتسبت خبرة كبيرة ببريطانيا لما كنت مسافر هونيك. حبيت اني اطبق هيدا الموضوع، كنت كتير طموح اني اطبق هيدا الشيء هون بلبنان، فلما رجعت لقيت افضل موضوع لحتى يكون عم بشتغل فيه وعم طبق فيه هيدا الشيء والعمل الاجتماعي كان البلاتفورم بيس اوف ارت. نحن ضمن هيدا المركز عم نعطي تدريبات خاصة بالفنون، عم نعطي تدريبات تصوير، تدريبات رسم، تدريبات اخراج، تدريبات مسرح، وتدريبات ميوزك اللي هي بيانو وجيتار وغيرها وغيرها من الفنون.